إيمي سمير غانم تنجب طفلها الأول. رزقت بطفل ولد بعد سنوات طويلة من الزواج. تمت الولادة في أحد مستشفيات الشيخ زايد. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل ولادة إيمي سمير غانم. تردد خلال الساعات الماضية أنباء عن ولادة الفنانة إيمي سمير غانم في أحد مستشفيات منطقة الشيخ زايد، وتمت الولادة أمس 2 يناير بالتزامن مع عيد ميلاد والد الطفل الفنان حسن الرداد. لم يتم الكشف حتى الآن عن اسم الطفل، وعائلة سمير غانم لم تعلق أيضاً على الخبر المتداول سواء بالنفي أو إعلان الخبر، مما أثار الشكوك حول أن هذه الأنباء مجرد شائعات، بينما توقع البعض أنهم ينتظرون الاطمئنان على صحة إيمي والمولود قبل إعلان الخبر. إيمي وحسن الرداد واجها الكثير من الشائعات طوال فترة زواجهما، ففي البداية تردد أنهما انفصلا بسبب خلافات كبيرة بينهما، لكنهما تجاهلا الأمر ولم يردا على هذه الأنباء. تردد أن الرداد أنجب من إيمي ابنة تدعى كينزي وقرر إخفاءها عن الإعلام والسوشيال خوفا من الحسد. لكنهما نفيا هذا الخبر في أحد اللقاءات الفنية. مؤخراً تردد أن إيمي أنجبت طفلاً أطلقت عليه اسم سمير نسبة لوالدها، لكن حسن الرداد أكد في أنه سيعلن خبر إنجاب زوجته ولن يخفيه عن الجمهور أبداً، وطالب الجميع وقتها باحترام خصوصية حياتهما الشخصية والتوقف عن نشر أخبار غير صحيحة. حسن الرداد كشف في وقت سابق أنه سيطلق اسم فادية على نجله إذا رزق بطفل، وفادية على اسم والدته إذا كانت المولودة بنتاً. ينتظر محبو إيمي وحسن الرداد إعلان خبر إنجابهما رسمياً خلال الساعات المقبلة، والكشف عن اسم المولود خاصة وأن هناك جدل كبير حول جنس واسم الطفل.